السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منظر المياه اللي احنا عشنا فيها الليلة امس، قناة السويس الرئيس افتتحها في الاسماعيلية. احنا عندنا هنا افتتحناها بس للأسف في مياه الصرف الصحي بركة دماس اسوان. المياه ارتفاع اكثر من 120 سنتي في مستوى محيط اكثر من 500 متر مربع للعطل المياه، المحطة المياه الصرف الصحي، لعدم وجود فنيين وعدم وجود اخوة لحل الازمات. لان من الساعة 2 ظهرا للساعة 5 فجرا واحنا ما عارفينش نحل الازمة. فنتمنى ان الناس تبص لنا وتشوف ويتعامل في المحافظة المحترمة لجنة مخصصة لحل الأزمات من فنيين غير بتوع أسوان، لأن ما أسوان ما فيهاش فنيين للأسف، اللي اتضح امبارح من الفنيين المسؤولين عن الصرف الصحي في أسوان. شكرا.